انا عارفه مين بوظ لي فرامل العربيه. صوت لو سمحتم عشان نكمل. كملي يا سلمى، مين اللي بوظ فرامل العربيه؟ اونكل هشام. جوز خالتي. اهدي كده واحكي لنا ايه اللي حصل يوم الحادثه. الموضوع بدأ قبل الحادثة بفترة. بابا وأنكل هشام كانوا متخانقين خناقة كبيرة وكانوا مقاطعين بعض، لدرجة إن ماما وطنط رضوى وخالتي ما كانوش بيكلموا بعض. قبل الحادثة بشهرين كنت في بيت ماما وهي ما كانتش موجودة. رن الجرس، فتحت الباب لقيت قدام أنكل هشام. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. ماما مش موجودة. أنا مش عايز ماما، أنا جاي لك أنت. في حاجة؟ هتسيبيني واقف كده على الباب؟ يوم كده شفتك واقفة مع واحد، واقفة مش ظريفة. لا وفين؟ عند بيت أبوكي. هو ده مش كده؟ انت نفسك يا حبيبتي، انت لسه صغيره وانا ما رضيتش اقول لبابا وماما عشان ما افضحكيش. انت عايز ايه؟ 5000 جنيه. عمك اصله مزنوق شويه، قبل ما تبصي لي كده روحي اسال ابوكي هو عمل فيا ايه. ايوه بس انا معيش 5000 جنيه. ولا حتى عند ماما في الاوضه؟ واديتي له الفلوس؟ ايوه، كنت خايفه بابا وماما يعرفوا. طلعت لاوضه ماما وجبت له فلوس. افتكرتها مره ومش هتتكرر، بس انا كنت غلطانه. بقى كل شويه بيعدي عليا في البيت. خلينا نسرق له حاجات كتير قوي، مش من عند ماما بس، بابا كمان. لحد قبل الحادثة بأسبوعين. كمل يا سلمى. قبل الحادثة بأسبوعين اداني فلاش ميموري وطلب مني انقل له كل المعلومات من على لابتوب بابا. مش عارفه اخد قرار، لا قادره انفذ له طلب واذي بابا ولا قادره اقول له لا. اتحججت له عشان اكسب وقت لحد ما جالي يوم الحادثه عند ماما. كنت عارفه اليوم ده ان هي هتخلص بدري عشان عيد ميلادها. خفت تشوفه. ايه؟ انا صبرت عليك كتير. لو ما جبتليش الداتا اللي انا عايزها دي النهارده واديني لاقول لامك على كل حاجه. النهارده عيد ميلاد مامي، مش هينفع اسيبها. مش مشكلتي. براحتك. انا كده بقى هستناها لما تيجي واديني لاقول لها على كل حاجه. وريها صورك انت ورامي
واقول لها كمان على الفلوس والذهب اللي كنت بتسرقيهم من عندها عشان تجيبي بيهم حشيش. انا ما سرقتش فلوس عشان اجيب حشيش، انت اللي طلبت مني اعمل كده. مش مهم بقى مين اللي قال، المهم مامي هتصدق ايه لو ما تصرفتيش دلوقتي. طب ايه رايك بقى ان انا مش هعمل حاجه، وكفايه قوي بقى لحد كده. ايه ده يا حبيبتي، انت خدتي حبوب شجاعه بدل الحشيش ولا ايه؟ ما تقوليش حبيبتي دي بتنرفزني. براحتك. طب فكري في رد فعل بابي ومامي لما يشوفوا صورك انت ورامي ويعرفوا انك بتحششي. لو سمحت امشي دلوقتي، لو ما مشيتش انا اللي هكلم تضرب واقول لها كل حاجه. براحتك يا حبيبتي، مش انت اللي باقيه لهم في الدنيا؟ وديني لحرق قلب ابوك عليكي.